استكمال مجمل إجراءات التحريات الأولية المطلوبة قانونا مكن من توقيف المشتبه فيهم وعددهم إلى غاية اليوم 15 مشتبها فيه. كل المشتبه فيهم المذكورين أعلاه تم وضعهم تحت إجراء التوقيف للنظر. العملية كذلك مكنت في ظرف وجيز من استرجاع وعلى مراحل مبالغ مالية هامة قدرت ب 50,000 أورو و 170,000 أورو و 79,000 أورو كانت بحوزة البعض من المشتبه فيهم والذين أكدوا في محاضر سماعهم وأن المبلغ الإجمالي المحجوز وقت الوقائع بصفة فعلية قدر بمليون ومئتين وخمسين ألف أورو. المشتبه فيهم جميعهم تم تقديمهم اليوم أمامنا أي بتاريخ 29 أبريل 2021 وتم إحالتهم والملف على السيد قاضي التحقيق بمحكمة عين منيلة بموجب إجراءات طلب الافتتاحي لإجراء التحقيق بعد توجيه الاتهام لهم كل حسب مركزه القانوني لارتكابهم جرائم، مع التماس الأمر بوضع جميع المتهمين المذكورين رهن الحبس المؤقت. التحقيق القضائي مستمر لأجل الوقوف على كل حيثيات القضية والتي بتوافرها تعبر وبشكل واضح على عزم الدولة الجزائرية بكل مؤسساتها لمكافحة ظاهرة الفساد بكل أشكاله وأنواعه.